السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم يوسف دلال من قناتكم جوكومينيك تي في. إذا سوف أقدم لكم تصحيح الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا الدولة العادية 2019. الموضوع هو كالتالي، خاص بمادة اللغة الإنجليزية. وترحب جميع التلاميذ وكذلك مترشحي الأحرار لعلماء المسالك الشعب العلمية والتقنية والأصيلة. إذا قبل كل شيء، يجب عليكم أيها التلاميذ الأعزاء وكذلك مترشحي الأحرار انضمام إلى هذه القناة على اليوتيوب والضغط على زر لايك وكذلك الضغط على الجرس ليصلكم كل جديد. إذا هذا هو الموضوع كما تشوفوا أيها التلاميذ الأعزاء ومترشحي الأحرار، وتلاحظوا أن هناك تنوع من ناحية الأسئلة. إذا نبدأ بـ comprehensions على تقريبا 15 نقطة، وجميع الأجوبة تعتمد على النص. إذا سوف أساعدكم على ذلك لفهم الأسئلة الأكثر تداولا في الامتحان الوطني والحصول على أعلى نقطة في مادة الإنجليزية. الجزء الثاني من الامتحان الوطني أيها التلاميذ والأعزاء وكذلك المترشحين الأحرار يعتمد أساسا على language، معارف أساسية حول اللغة الإنجليزية. إذن هناك تنوع حقيقة في الأسئلة. إذن سوف أساعدكم على الإجابة على جميع الأسئلة وفهم الأسئلة الأكثر تداولا في الامتحان لتقوم على. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها التلاميذ الأعزاء مترشحي الأحرار، نقدم لكم فهم الأسئلة الخاصة بمادة اللغة الإنجليزية comprehensions والحصول على 15 نقطة. Please all your answer of the text. إذا خصكم تعتمدوا على النص للإجابة على جميع الأسئلة المتعلقة بالcomprehension والحصول على 15 نقطة. إذا السؤال الأول، fill in the charts with the right information from the text. إذن يجب ملء الجدول من خلال النص. Are the statement true or false to justify؟ هل هذه الجمل صحيحة أم خاطئة؟ وعلل جوابك من خلال النص. إذن فهم النص شيء إيجابي جدا للحصول على 15 نقطة. Answer these questions. إذن هناك ثلاث أسئلة تقليدية في هذه الامتحانات الخاصة بكم أي تلاميذ أعزاء الشعب العلمية وكذلك التقنية والأصيلة. هناك ثلاث أسئلة متعلقة بفهم النص. Answer these questions. ننتقل إلى أسئلة أخرى كذلك. لاحظوا معي جيدا، هناك أسئلة متنوعة كذلك. سؤال كلاسيكي دائما يطرح في الامتحان الوطني، complete the following sentences with information from the text. هذا سؤال كلاسيكي جدا. جميع النماذج ديال الامتحانات الوطنية موجود في هذا السؤال. هذا يجب علينا إتمام الجمل من خلال النص، من خلال المعلومات المتعلقة بالنص. سوف أساعدكم على ذلك. سؤال كلاسيكي كذلك. Find in the text word that mean. Find in the text word that mean the same as. إذن هنا توجهون هنا الباراغراف. مثلا هنا في الباراغراف 1 كاين هاد الاكسبرسيون هادي a large amount of money. شنو المعنى ديالها؟ باراغراف 5 عندنا difficulties. شنو المعنى ديالها؟ يجب علينا ان نقوم بالاجابه عليه. اذا سؤال اخير كذلك، قبل المرور الى language، what do the underlined words in the text refer to. اذا هناك اسماء بسطرة بحال دي كونتري بحال دي سكول. شنو معنى ديال في باراغراف 1؟ اش دل دي كونتري في باراغراف 1 واش دل دي سكول على باراغراف؟ ماذا يدل هاد الاسماء هادي دي كونتري ودي سكول؟ كيف ما تشوفوا ايها التلاميذ الاعزاء، اسئلة تقليدية خاصة بالمسالك العلمية والتقنية والاصيلة. الحصول على 15 نقطة شيء مضمون جدا، ولكن بشرط انكم تفهموا النص بشكل جيد أيها التلاميذ الأعزاء وكذلك مترشحي الأحرار. إذن هذا الميساج موجه لجميع تلاميذ اللي غيدوزوا البكالوريا إن شاء الله في 2021 وكذلك مترشحي الأحرار بخصوص المسالك العلمية والتقنية والأصيلة.
الحصول على 15 نقطة في الامتحان الجهوي والاعتماد على النص شيء ضروري جدا. لاحظوا معي طريقة الإجابة على الأسئلة. بالنسبة للسؤال الأول، يجب ملء الجدول على حسب المعطيات والمعلومات الخاصة في النص. إذا فاتنا المدرسي اقترحت 6 ملايين ديال الدرهم من أجل بناء مدارس في وجدة بخصوص UNCG، المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير. وناجية نادير اقترحت تقريبا 12 مليون درهم من أجل تأسيس مدارس عدة في منطقة سطات. بالنسبة للسؤال الثاني، هل العبارة صحيحة أم خاطئة وعلل عن ذلك. بالنسبة للعبارتين التاليتين، بالنسبة للعبارة الأولى والثانية صحيحة، والعبارة الأخيرة خاطئة. لماذا؟ لأن فاطمة المدرسي كيف ما شفنا في النص هي اللي بعد وفاة الزوج ديالها هي اللي تكلفت بالعائلة. وفينا قلنا بالنسبة للمدرسة ديال UNCG، هادشي اللي قريناه في النص، العدد ديال الطلبة تزاد بشكل سنوي، إذا هناك نجاح في التسيير ديال هاد المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بمدينة وجدة. نجي ندير الاكوردين تاع ناجي نادير، مور بويز ذان جيرلز دروب اوت اوف سكول. اذا هناك هجر مدرسي بخصوص الذكور على الاناث، لا العكس تماما، الاناث تتعرضوا اكثر الهجر المدرسي على الذكور. بالنسبه للسؤال الموالي، انسر ذيس كويشن، وير ان فاطمة المدرسي اوريجينال فروم، اذا الاصل ديالها من فيكيك. How did محمد won university honor for my university? Then by name in the school's amphitheater. Then l'amphithéâtre من بين لي زامفيتياتر في هاد المدرسة ديال ONCG بالضبط في هاد الجامعة ديال محمد الأول مدينة وجدة. كان من تكريم لهاد الشخصية اللي فاتنا المدرسي سميت أنفيتياتر بالاسم ديالها. هو سيني دي بارتنشيب اجريمنت ودي ناجي نادير لوكال اوتوريتيز، معناها السلطات المحلية اللي دارت شراكة مع هاد مستثمرة ناجية نادير. اذا بقية ديال الاسئلة والاجوبة. اذا according to ناجية نادير، when children live far from school they become exposed to حقيقة، اذا مهما، اذا الطريق ديالهم الى المدرسة وبعيدة جدا تتعرضوا الى العنف الجنسي وكذلك تناول المخدرات. نجي ندير want citizens who have money to contribute to implementation of social projects. تتحفز هاد نجي ندير مواطنين او محسنين اللي عندهم المال الكثير انهم يساهموا في تنمية مشاريع اجتماعية في المنطقة ديالهم. اذا هنا قالك a large amount of money في paragraph 1 تتعني fortune، معناها هي ثروة المالية. fortune كاين واحد الخطأ، انا بسيط، fortune. وشنو معنى difficulties؟ سوف يدير challenges، معنى تحديات. اقترح لكم عساني اجوبة اخرين. اذن what do the underlying words in the text refer to؟ بس في دي كونتري سوف يدير موروكو، دي سكول سي ان سي جي، معنى ايكول ناسيونال دو كوميرس دي جيستيون.
إذا يبدو بأن الأسئلة في متناول جميع المترشحين الأحرار وكذلك المتمدرسين اللي يغشاش إن شاء الله الامتحان الوطني في مادة اللغة، مادة الإنجليزية. لأن كيف ما تشوف أسئلة بسيطة جدا، ما تحتاج واحد التفكير كبير. مهم كاين هناك غير مسألة واحدة، هي أنكم تمكنوا من نص فهم النص بشكل كبير باش تحصلوا على 15 نقطة. إذا كان معكم يوسف دلال من خلال قناتكم شوكومينيك تي في للفهم والتواصل. إذا اضغطوا على الزر لايك وكذلك الضغط على الجرس ليصلكم كل جديد. يرتقبوا الجزء الثاني متعلق باللانجويج. شكرا لكم على حسن استماعكم وإلى اللقاء وتتبع كذلك. إذا نتمنى لكم حظا موفقا ونجاحا في مسيرتكم الدراسية إن شاء الله، والحصول على شهادة البكالوريا إن شاء الله. شكرا لكم.